نبقى مع أخبار الاقتصاد لكن في عالمنا العربي هذه المرة وتحديدا في العراق، إذ أقر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للمرة الأولى بعمق الأزمة الاقتصادية التي تواجهها حكومته. وقال العبادي أثناء لقاء مع أساتذة الجامعات العراقية الذين خفضت مرتباتهم مؤخرا في إطار إجراءات أعلنتها الحكومة العراقية، قال إن موازنة العام المقبل ستواجه عجزا كبيرا جراء تراجع إيرادات النفط. النفط المصدر الان عندنا على ضوء افتراضات الموازنه 59 تريليون، هذا نتوقع يجينا. كلفه انتاج النفط اذا تطرحها يبقى عندك 45.5 تريليون. عندك 5.5 تريليون ديون لسابقه متراكمه علينا يجب ان ندفعها، لان اذا ما العراق يعلن مفلس. تبقى 40 تريليون. هذا كل الواردات. الرواتب والتقاعد 50 تريليون وحدها. زين شلون ندفع الحرب؟